ما أخوانا كفريق واحد وسفينة واحدة ومصلحة واحدة وأن يتشاوروا فيما بينهم حتى إذا ما أخطأ المجموعة بعد التشاور تمكننا من أن نتحمل المسؤولية. لا نريد أن نتحمل المسؤولية لخطأ البعض منا، نريد أن نتحمل المسؤولية لقرار اتخذناه سويا. ساعتها سندافع عنه بكل موتنا من قوة، والآن نقول لوزرائنا هناك مبدأ عام في الديمقراطية اسمه التضامن الحكومي ولا بد من احترامه. من لا يستطيع أن يتضامن مع حكومة فليخرج منها. مسألة واضحة لا نقاش فيها وهذه قاعدة عامة لن نتراجع فيها. إذا رغم كل الإشكاليات يلتزمون بالتفاؤل لأن هذه الإشكاليات بسيطة جدا مقارنة بما تحقق للتونسيين. ومن بالله عليكم أخطأ وقال لم أرى ثورة فذكروه بأن هناك شخص كان يحكم اسمه زين عبدين بن علي فليتذكروه قليلا. عندما كان نخرج في مسيرات كان عددنا في بعض الحالات 5 أشخاص إزاء مئات العوان الأمن وكان يعتدى علينا بالعنف ونهان وتهان النساء منا. كان وضع سيء جدا في تونس وتيلة قرون البيات وقبل البيات كنا في الاستبداد فلنفرح على الأقل بما حصل في تونس ولننظر إلى المستقبل ولنصوت لمن نريد وفقا لبرامج ووفقا لسلوكات ووفقا لتجربة. ومن أراد أن يغير السلطة فموعدنا الصندوق حملات انتخابية نظيفة لا تمول إلا بمال شرعه المشرع وسمح به وفي إطار من النزاهة. وبعد ذلك من أراد أن يترشح فليترشح، بعد ذلك من أراد أن يصوت لمن أراد أن يصوت فليصوت، وسنعرف من اختاره الشعب التونسي وسنحترم اختيار الشعب التونسي. قد ننتقد ونحن أحرار ولكن في نهاية الأمر لن نحترم إلا ما يفرزه الصندوق. ومن أراد أن يغير فليقنع الناس، ومن لم يتمكن من إقناع الناس فليحاول أو ليجدد المحاولة مرة ثانية ولا يأس، قد يقنعهم في نهاية الأمر. يتطور مجتمعنا مقبل على تطورات كبيرة وأعتقد أنه قد يتغير في أي اتجاه. من قام بواجبه أعتقد مجددا أنه سينجح. إذا نحن في هذه الحكومة متفائلون بالعمل المشترك. لدينا بعض الإشكاليات ستطرح في هذا المؤتمر في العمل المشترك في ترويكا ومع الأخوة الوزراء المستقلين هذا أكيد. سربما نعبر عن رأي معين لتصورنا للعمل المشترك مهما كان حجمه في نهاية الأمر. ما حجم الإنسان هو ما يؤمن به وجديته في العمل أكثر من الحجم العددي، ونحن متفائلون بإمكانية التفاهم مع كل الأطراف داخل الترويكا أولا لأن هذا أمر مهم وقلت أننا في سفينة واحدة، وخارج الترويكا أيضا يجب أن نبلغ رسالة معينة بيننا وبين بعضنا البعض. ليس هناك إلا قوانين واحترام ونقد نزيه وستتغير تونس بإذن الله إلى ما هو أحسن. إذا أقول لكم وأترككم على المقولة ملتزمون بالتفاؤل وشكرا لكم على الحضور. بإطار تفاعل حزب المؤتمر مع القوى السياسية التونسية ندعو الآن الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي ورئيس حزب العمل والحريات لإلقاء كلمته فليتفضل. Dans le cadre de l'interaction du CPR avec les forces vives de la nation, nous invitons Dr. Mostafa Ben Jaffer, président de l'Assemblée constituante et président d'État catholique, à présenter son allocution. As part of the interaction between the CPR and the effective political forces in Tunisia, we are glad to invite the President of the Constituent Assembly and the President of ETA Catholique, Mr. Mostafa Ben Jaffer, to deliver his speech. Please welcome. أنا سعيد بهذا اللقاء
أشكر قيادة المؤتمر لدعوتي. وباسم مناضلي ومناضلات التكتل أحب نعبر لكم على محبتنا واحترامنا وشعورنا عندما نحضر هذا المؤتمر وكأننا في أسرتنا الطبيعية. تجمعنا ذكريات جميلة في معظمها، ذكريات نضال مشترك، وهذه مناسبة باش نحيي الحاضر الغائب الأخ منصف المرزوقي الذي جمعتنا وإياه، جمعتنا وأصدقاء في المؤتمر نضالات مشتركة، سواء كان في إطار الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أو المجلس الوطني للحريات أو هيئة 18 أكتوبر اللي تركت بصمات عميقة. نحن نجني اليوم ثمارها بعد الثورة المجيدة اللي عاشتها تونس. بالطبع هذه هي الذكريات، خلفت أشياء هامة لأن النضالات المشتركة التي سبقت ثورتنا المجيدة ثورة الكرامة أعطت ثمار، وأن بعد هروب المستبد هروب الطاغية وجدنا بعضنا بعض على نفس السكة. الوفاء للثورة، الوفاء لأهداف الثورة، الوفاء لشهداء الثورة. قد نختلف في الأساليب، ربما في بعض الأحيان في المقاربات، لكن في جوهر الموقف، في جوهر الأهداف، كنا تقريبا دائما متفقين، وتشبثنا بدستور جديد وقت اللي العديد من الأطراف كانت تريد حلول تنسيقية في إطار الدستور القديم وتنظيم انتخابات رئاسية بعد شهرين من هروب الطاغية. والشعب فهمنا واعطانا ثقته وتأكد ذلك في انتخابات 23 أكتوبر. لم يكن اختيار الشعب اختيار اعتباطي، هو أعطى أصواته للقوى الوطنية التي كانت واضحة في إرادة القطع مع النظام المستبد، وكل من حاول أن يراوغ ودافع ولو مشعلنا دائما على شوية تنظيفة وهو ارتحنا من الترابلسية وارتحنا، لكن لو كان نعمله كبناليس نصان بنالي طوى الأمور تتفرهد والأمور تشد بلاصتها والاستقرار يرجع والاقتصاد ينتعش. الناس هذوما الكل في بعض الأحيان رغم نضالاتهم المعروفة أيام الاستبداد قال الشعب كلمته فيهم في 23 أكتوبر. قبل الانتخابات قلنا
وأذكر قبل الانتخابات قلنا وأن هذه المرحلة الانتقالية تحتاج إلى حكومة مصلحة وطنية، تحتاج إلى جمع كل القوى بالطبع، وخلينا نقول كل القوى التي تؤمن بالتغيير، لأن التحديات كبيرة والتركة اللي خلاها من علي كبيرة، والتركة اللي تخلفت من الحكومات اللي جاءت بعد بن علي زادة كبرت. واليوم الشيء اللي نعيش فيه يؤكد وأن بالفعل هذا الحلم الذي لم يجد آذان صاغية بعد 23 أكتوبر، الناس الكل اليوم كل القوى الكلها تطالب بحكومة تجمع كل القوى، لكن ما يحبوش يقولوا وأنهم في تقديرهم بعد 23 أكتوبر أخطأوا، يحبونا نقولوا اللي احنا فشلنا. وهذا بالطبع هذه الدعوة إلى الحوار مبنية على رأي مغشوش للأسف. ما زالت هنالك قوى تعتبر وأن 23 أكتوبر ونتائجه ماذا بينا لو كان بسمعناش به، ما زالت تعمل وكأن الانتخابات لم تقع في تونس. الحملة الانتخابية اللي انطلقت منذ 15 جانفي 2011 ما زالت متواصلة في نفس النهج حسب نفس الاستراتيجية اللي هي فشلت في 23 أكتوبر، استراتيجية الاستقطاب الثنائي والضرب ضد النهضة وكل من يصارق أو يقترب من النهضة، فشلت وما زالت عديد من الأطراف تعتبر أن الاستراتيجية هذه هي اللي مش توصلهم إلى استرجاع ما خسروه عندما هرب الطاغية، باعتبار أن منظومة الاستبداد ما زالت عندها مخلفات ويمكن إرجاع النفس لهذه المنظومة. وهذا التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة، ونتصور أن قوى أخرى خارج هذا الائتلاف ستتصدى بكل حزم إلى رجوع منظومة الاستبداد. وهذا أخواتي إخواني مناضلي المؤتمر من أجل الجمهورية، نتصور هذا هو المشترك الذي سيتواصل، واللي ما فماش حديث كبير على مستوى الإعلام. نتحدث ياسر على مشاكل فيها بالطبع، ما هيش كلها ملفقة، لكن فما أعطاها حجم أكثر من اللي تستحق. لكن هالقضية هذه إمكانية رجوع قوى الردة إلى الحكم حتى عبر صناديق الاقتراع، هذا ما يتحدث عليها إلا نادرا، في حين وأن كل التجارب تاع المراحل الانتقالية الديمقراطية تؤكد وأن هذا هو الخطر الأساسي. هذا هو الخطر الأساسي. بالطبع اليوم كما قلت كان ودنا لو كان كل القوى تساهم في تسيير البلاد بدون إقصاء، إلا بالطبع من يريد الرجوع بنا إلى الخلف. لكن هذا الائتلاف هذا
قلت اخترناه لأن وقع له تمهيد. تمهيد متواصل في سنوات الجمع. في لقاءات، في حوارات معمقة بين هذه الأطراف وأطراف أخرى. تعرض لها الأخ محمد عبو التشكيلة اللي كانت تتحاور في إطار هيئة 18 أكتوبر مكنتنا من التمهيد الجدي لهذه التجربة الفريدة من نوعها في العالم العربي الإسلامي. اليوم العالم ينظر إلى تونس، بل يعتبرها العديد من الملاحدين وأنها أنموذج. لو نجح فسيكون له تأثير عميق على الفضاء العربي الإسلامي. إمكانية المواءمة بين الإسلام والديمقراطية. ما عندناش حق، ما عندناش حق باش التجربة هذه تفشل، لأنها ماهيش محددة بحدود تونس. مسؤولية ثقيلة بالطبع، نشعر بثقلها، لكن للأسف الشعور هذا ماهوش متقاسم بين جميع الأطراف. ما زالت الناس المحرك الأساسي هو التوازنات وكيفاش نفك وكيفاش نحضر الانتخابات في حملة انتخابية متواصلة. الناحية هذه ما عطاولهاش القيمة التي تستحق. لكن باش تنجح هذه التجربة، نحب نقول أن ولو كانت الظروف سانحة باش ينطلق هذا الائتلاف، في الحقيقة ونتصور كونه هالشعور هذايا متقاسمين احنا والاخوه والاخوات في المؤتمر من اجل الجمهوريه، هو في الحقيقه رهان. رهان على ان هالتربه هذه، هالتربه الطيبه، تنتج رجال ونساء قد يختلفون في الاراء لكن عندهم قدره كبيره من خلال الحوار باش يبقاو خطوط التوافق. هذا هو الرهان، هذا هو الرهان الحقيقي. والمسؤوليه بالطبع هي مطروحه على كل تونسيين وتونسيات بكل الاطياف، اللي في المعارضه اليوم واللي في الحكم، لكن بصفه خاصه، بصفه خاصه على حزب حركه النهضه، لأنه اليوم هو الحزب اللي عنده الجذور الشعبية الكبيرة، هو الحزب الأكبر في الساحة، هو الذي من خلال موازين القوى اللي أفرزتها صناديق الاقتراع هو الذي له جل دواليب التحسين. هذا هو مطروح، ونحن نعيش في داخل المجلس الوطني التأسيسي. عشنا مناسبات متاع حوار بناء، زاد أكد وأن إمكانية التوافق وإيجاد الحدود دائما ممكن. لكن اليوم على مستوى تسيير الحكومة بعد 8 شهور بالطبع كلنا مطالبين باش نقيم الفترة هذه. قال برشا كلام، تحل الجرائد تبقى الائتلاف تفكك وتروي الحمشات وحتى هو من قسم النهار الاولاني اللي كونت فيه الحكومة باش تنهار، وقعد يستنى وكل جمعة لكن الانهيار ما جاش. فما اشياء موضوعية هي في البلدان الديمقراطية الائتلافات عندها صعوبة باش تسير الأمور. عندما لا يكون الانسجام تام في وسط فريق بالطبع فما صعوبة. الثقافة التشاركية ماهيش موجودة عندنا. بعد عشرات السنين من الاستبداد والانفراد بالرأي كنموذج عشناه كنا. هذا شيء موضوعي. نحن مدعوون إلى تجاوزه في وقف التأمل بعد 8 شهور باش نشوفوا
سلبيات وإيجابيات ومعروفة الإيجابيات اللي ما يحبوش يتحدثوا عليها. اليوم العالم عندما نتحدث واحنا حدانا ظروف من السفارات من الدول الشقيقة والدول الصديقة عندما يتحدثوا على تونس يتحدثوا بانبهار، يقولوا كيفاش عملتوا زعما تخلصتوا من المستبد اللي كان يتصوروا كونه أنت تقولوا نعم ما لنا حاجة في أقل من شهر، ثم في أقل من عام نظمتوا انتخابات ديمقراطية شفافة على رأي الملاحظين الكل، ثم وني ما نحبش نفتح برشا أخواز اللي توا أسبوعين ولا ثلاثة كانوا يلوموا على النواب المجلس الوطني التأسيسي اللي من بينهم من هم حاضرين معنا اليوم بعد ستة ولا سبعة شهور ما كتبوا حتى استقر كيف توا خرجناهم برشا أسرة قالوا الله الأمور ماهيش غادية الصيغة ماهيش سليمة وفما تناقضات ملا شنو هو عمل البشري والحمد لله اليوم ربما تجربة فريدة في العالم زي هذا هو كون اليوم الدستور في نقاش وطني وبالنقطة وبالفاصل فيها هدية هوني وهل ترى التكامل يتناقض مع المساواة وإلا ينجم يدخل في المساواة وهل ترى يعمل ضبابية ما يعملش هذا شيء مهم يعني بالنسبة لمسألة نعتبرها جوهرية هو كونه الدستور هلا ما هوش بش يكون دستور حزب من الأحزاب أو كتلة من المدل أو طيار فكري بش يكون دستور التونسيين والتونسيات جميعا والانطلاقة جيدة. حضرت في ندوة بالطبع نشطها أخصائيون في القانون الدستوري كانت مهمة إلى أبعد الحدود رغم انتقادات اللاذعة لكن كانت مهمة لأنها هي بادرة تؤكد وأن بعد في الأشهر القادمة من خلال هذا الحوار يقع استبطال الدستور حتى يشعر كل تونسي وكل تونسية وأن بالفعل الدستور دستور بتاعه هذا شيء مهم وهذا كذلك المناسبة جاية باش مع كل من يؤمن بأن لا بد من دستور يستجيب إلى طموحات هذا المجتمع أن يكون هذا الدستور مطابق للنموذج اللي نعرفوه كل متاع تونس متجذر متأصل في هويته العربية الإسلامية لكن في نفس الوقت وبنفس القوة منفتح على القيم الكونية هالدستور هذا مش يخدموه جماعة اللي في الائتلاف وخارج الائتلاف لكن قبل كل شيء داخل الائتلاف يلزمنا احنا نعطيه يعني الإشارة فهالاتجاه هذا اللي يستجيب إلى طموحات شبابنا ويهيئ إلى ما تنتظره الأجيال القادمة من شبابنا وشبابنا يعني اليوم كما قلت قلنا برهان بطبع احنا متفائلين نجم نقولوا في نفس ممكن ان يلوموني كنت متفائل اكثر من اللزوم لكن اعتبر وان رغم الصعوبات التجربه هذه تجربه ناجحه لكن يلزمنا نصارحوا بعضنا وخاصه داخل الائتلاف وان فما اشياء كان من الممكن ان ننجزها باكثر سرعه وباكثر حزم كما مثلا الهيئات هذه اللي تنتظر الهيئه المشرفه على الانتخابات هيئه الاعلام السمع البصري هيئه القضاه فكره
لجنة الخبراء اختلفنا فيها، لكن كان ممكن تعاوننا في نسق الإعداد وصياغة الدستور. الأشياء هذه كنا نجم نقدموا فيها بسرعة أفضل. مسائل أخرى تبدو كأننا فما تردد. الحسم في كل القضايا التي ترتبط بإقحام العنف الفضاء السياسي والاجتماعي. نذكر كل المناسبات اللي وقعت فيها التجاوزات هذه، ونعرف ان الناس اللي تسير في الجهاز الامني هم من الناس اللي كانوا مضطهدين. وانا عندما نقيم اي موضوع دائما نحط روحي في بلاصه اللي مش يحكي القرار، باش نقول اعملوا اضربوا شدوا. ونتصور كونها السيد هلا اللي هو عدى سنوات كضحية للقمع، نهار اللي تولي العصا في يده ماهوش من السهل باش يتحول هكا بين عشية وضحاها إلى من يعطي الأوامر للقمع. لكن اليوم بعد الشهور هذه اللي مرت قاعدين نشوفوا فما عدد من الأخطار قاعدة تتجسم. يعني كما وقت يقع الاعتداء على الاستاذ عبد الفتاح مورو، ولا على الاستاذ جمال الغربي، والا على عندما يقع الاعتداء على بعض التظاهرات الثقافيه، قول خلطنا للخط الاحمر ولا بد من الحسم. وعندما نقول لا بد من الحسم فهذا ليس فيه اي امكانيه الرجوع إلى قمع الحريات وقمع حرية الرأي والتعبير والتنظم. مش هذا تطبيق القانون والاهتمام بدولة القانون. هذا زاد ربما عنا دروس ممكن استخلاصها يعني بالنسبة للمرحلة اللي مرينا بها. على كل حال عندما نشوف الشعار الجميل المتعلق بالالتزام نجم نقول احنا كذلك ملتزمون. ملتزمون اولا بالوفاء لهذا الوطن. نحن ظلنا عشرات السنين ويعرف القاسي والداني، وأن لو كانت الهاجس بتاع المناصب والمسؤولية والكرهبة والشيفور اللي حل وسكر رانا توا 20 أو 30 سنة وممكن أكثر رانا قبلنا الأمور هذه. الوطن، الوفاء للثورة ولأهداف الثورة، وفي مقدمتها القطع مع منظومة الاستبداد. من أهداف الثورة كذلك الكرامة، الشغل، وحتى لا نكون يعني ظالمين، وأنا في السلطة التأسيسية والتشريعية ومانيش في السلطة التنفيذية، لكن إحقاقا للحق ما نظلم أحد وما نتجناو على أحد، ونشوفوا الأرقام المؤشرات، نشوفوا الوضع بتاع الأمن اليوم مقارنة مع 2011، نشوفوا الاستقرار الاجتماعي، نشوفوا المفاوضات اللي وقعت مع الشغيرة اللي عندها دور تاريخي وسياسي وكانت سبب أول للثورة في تونس. يعني هالإنجازات هذه إلى جانب أرقام تؤكد على الانتعاش الاقتصادي هذا معناتها ماهوش معقول كونه حد ما يتحدث عليها الا هكا يبدا مكركب، ونحكيه على الحبه اللي تولي قطره. يعني ثم اشياء ايجابيه تحققت، ثم اشياء تنتظر وسنحققها بفضل الاراده الموجوده في البحث المتواصل عن التوافق.
وفي هذا المجال ديما نقولوا احنا ونأكدوا ان الخطر هذايا بتاع قسمة البلاد الى طرفين المسلمين والحدثيين هي مقسومة، هي مطول ما بين الناس المهمشين والناس اللي تقريبا هكا امورهم نسبيا للفرق. هذه قضية اجتماعية اقتصادية، خلينا الكل نواجهوها. هذه اللي لازمنا نجمعوا كل القوى للقضاء على الفقر، على التفاوت الجهوي، على البدالة. هذه اللي تحمسونا ونحطوا كل قوانا في خدمة الأهداف هذه. لكن في نفس الوقت، لكن في نفس الوقت وهذا المنهج بتاع التكتل، لا للاستقطاب الثنائي، وفي نفس الوقت نقول لنا منافسون وليس لنا أعداء. حتى من الناس اللي يكرهون، حتى من الناس اللي وقت يبداو يفركشوا في خبر وما يلقاوش خبر يحلقوه باش يتفرج، مش عارف كيفاش يتفرج وقت يجي الكذبة. لكن رغم ذلك نعتبر وأن لا نعامل هؤلاء القوم بما يتعاملون به معنا. لنا منافسون في تونس وليس لنا أعداء، لأن نفكر في المرحلة القادمة الآتية لا محالة. إذا كان نحبوا نبنيوا تونس ديمقراطية وهي مرحلة المصالحة الوطنية، نهار من نهارات يلزمنا نتصالحوا مع الناس كلها بعد المحاسبة وبعد المسائلة إلى غير ذلك. أما يلزم تونس هذه باش نجم تبني نفسها وتكون في مقدمة الأمم، يلزمها تتصالح أولا مع بعضها بعض. يلزم صفحة الاستبداد نتويوها بدون رجعة. وفي هذا المجال نتصور مع الأخوة في الائتلاف ومع أخوة آخرين وأخوات من خارج الائتلاف اللي وقت يعملوا الحساب ويراجعوا أمورهم وما يبداوش يهددوا فينا بانتهاء الشرعية على 23 أكتوبر، مانيش عارف منين أنا هي الدجازة اللي قلت لهم الحكاية هذه. نساوي اللي المجلس القومي التأسيسي تعمل بأمر عالي. قد شد الأمر العالي لأن المجلس سيء موقفه. الناس اللي انتخبهم الشعب في 23 أكتوبر بشهادة كل الملاحدين في تونس وخارج تونس، واعتبروا أن انتخابات ذات مصداقية وشفافية إلى غير ذلك. الناس هذوك اليوم عنهم هم أسياد القرار. ونذكر بأن المجلس القومي التأسيسي اللي كما قلت تعمل بأمر علي انتهى بجمهورية، انتهى بالإعلان على الوقت الرسائل المدخلين عدم الإدارة وشكرا. أما الآن فالكلمة لممثل حزب العمل المغاربي أستاذ محمد النوري. Nous donnons la parole à Monsieur Mohamed Nouri, président du Parti d'Action Maghrébine. We are delighted to invite Mr. Mohamed Nouri, the president of the Maghreb Work Party. Please. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أحضر افتتاح هذا المؤتمر وأن أجد جميع المناضلين الذين عرفناهم طيلة الفترة الأخيرة عندما كانوا قائمين بالاستبداد وعندما كانوا متفقون في الطريق الذي لنا نسلكه. وكنا مجموعة 18 أكتوبر، ونحن لا يسعني إلا أن أقول لكم
لأننا في حزب العمل المغاربي ملتزمون بكل ما التزمنا به في 18 أكتوبر، ملتزمون بما التزمت به حركة النهضة، ملتزمون بما التزمت به الترويكا، وسوف نعمل معا من أجل تحقيق العدل من جهة ومن أجل تحقيق السعادة والرقي والازدهار للبلاد التونسية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن مع وفد حركة الوطنيين المشتركين السيد رضا بن حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا في الأول أن أقدم تحيات الأخ الأمين العام لحركة الشعبيين السيد أحمد الخصفوسي، واعتباراتي لعدم الحضور اليوم لأسماع القائمة، وهو يحيي بالمناسبة كل الأخوة النواب في مؤتمر الحزبة، مؤتمر الجمهورية، متمنى لهم النجاح في أشغالهم. في الأول أريد أن أشكر الأخ محمد عبو عندما ذكر بأن الأخ أحمد الخسفوسي كان ضمن حركة 18 أكتوبر وناضل في صفوف هذه الحركة من أجل المبادئ السامية التي نضلت عليها مختلف الفرقاء في تلك الفترة. وأريد أن أذكر أن حركتنا قامت أياما بعد الثورة وفي نفس هذا المكان وفي نفس هذا الفضاء بمؤتمر تصحيحي، وقررت طرد القيادة السابقة التي خانت مبادئ المعارضة وتعاملت مع النظام المخلوع. هذه الحركة مثل حزب المؤتمر ملتزمة بمبادئ الشعب وملتزمة بكل الإصلاح، ملتزمة كذلك بمحاسبة رموز النظام السابق والقضاء على منظومة الاستبداد والفساد دون رجعة. نلتزم كذلك مع حزبكم بتحقيق أهداف الثورة التي نلاحظ أن قوى الردة وقوى التي تحل إلى الماضي الاستبدادي تسعى إلى القضاء عليها. إذن وفي الأخير نتمنى لأشغال مؤتمركم التوفيق والسلام. تقديراً لمجهود الجبار للديبلوماسية ولجنة الهيكلة ولجنة أعداد المؤتمر واللجان الفرعية، نحيل الكلمة إلى منسق لجنة أعداد المؤتمر ماهر الغربان فليتفضل. En reconnaissance à l'effort fourni par les différents membres des commissions, nous appelons le coordinateur M. Meher Rolbe à nous rejoindre. Recognizing the efforts made by the members of the different CPR committees, we invite the coordinator, Mr. Meher Rolbe, please.